هذا يسأل عن فوائد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. رواه مسلم. هذا الحديث صحيح، وهو يعود إلى أصل الخلقة. والله تعالى لما خلق آدم خلقه من قبضة قبضها من وجه الأرض، اختلفت ألوان الأرض سواد وبياض وحمرة ونحو، واختلفت من شدة والحزونة، فصار بنو آدم مختلفين في ألوانهم وفي شدتهم وفي رقتهم، منهم الرمل ومنهم الحجر الأبيض ومنهم الحصى ومنهم البطحة ومنهم السبخة، يعني في يعني يتأثرون بأصل خلقة أبيهم آدم. ثم إن الله خلق زوج آدم من ضلع، من لحم، من ضلع آدم، والضلع هذا أعوج، أعوج ما في الضلع أعلى، ولهذا أيضا هذه المرأة أثر فيها المادة التي خلقت منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تستقيم على طريقة، يعني ما يمكن تصبح معك 100%، ما يمكن، في اختلاف، في اختلاف. ولهذا يا أحبابي بارك الله فيكم، يعني إذا عرف الإنسان الطبيعة والطريقة فإنه حينئذ يهون عليه الأمر، يهون عليه الأمر. أما إذا لم يعرف الطريقة والطبيعة فهو يستصعب. فنحن نقول يا إخوان، إذا كنا نعرف الرجل طبيعته كذا، والله تعالى قال عن طبيعة الرجل: أن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا جهولا. هذا في الإنسان كله، الرجل والمرأة. لكن إذا عرفنا طبيعته يخف علينا ونعرف كيف نتعامل معه. وكذلك إذا عرفنا طبيعة المرأة أن فيها عوج وأنها لن تستقيم على حال، أيضا عرفنا نتعامل معها. والكمال يا إخواني ليس في الدنيا، ما في كمال إلا في الآخرة. والإنسان إذا رأى الآن كيف عمل النساء النبي صلى الله عليه وسلم، النساء النبي صلى الله عليه وسلم آذن حتى هجرهن، جلس شهر كامل هاجرهن وهن يطلبن النفق، يقول ما في بيوتنا شيء، ما أعطتنا شيء، إن بيوتنا فيها الجوع. فأدبهن الله بالآيات التي أنزلها في سورة الأحزاب عندما قال: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فصبرنا واحتسبنا وبقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن نرى يا إخواني أن النساء يحتاجن إلى معرفة طبيعته، وأن الرجل يصبر. نشوف الآن أغلب الطلاق الآن، يمكن الله أعلم أني أقول 90 أو 95% من قضايا الطلاق الآن اللي تابع فيها النساء، هن اللي يتصلن: وزوجي طلقني، وتعال وانت اكفى وحل لنا المشكلة. الرجل يطلق ويروح ينسدح هناك، ما يهمه، ما يهمه، لأن المرأة مسكينة، يهمها أطفالها، يهمها بيتها، يهمها. لكنها سريعة الغضب، سريعة الانفعال، سريعة. ولذلك يا إخواني إذا عرفنا الطبائع، عرفنا المرأة وطبيعتها، وعرفنا الرجل وطبيعته، هان علينا التعامل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بهذه الطبائع ليس معناها أنها في كل امرأة. والله يا إخواني أنا دخلت في جرم، والله يا بعض الرجاجيل أنها أعوج من 1,000,000,000 امرأة. صحيح، أعوج لا ينحد ولا ينسل، ها، ما مرة يدافع البلا. وبعض النساء طيبات إلى آخر حد. ولكن العموم، العموم يعني مسألة العموم، العموم الغالب في النساء فيهن شوي عوج، والغالب في الرجال فيهم ظلم،
وهكذا. ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على إصلاح أوضاعنا.